طيب الحقيقه بمناسبه 115 سنه على انشاء النادي الاهلي. النادي الاهلي 115 سنه 142 بطوله في كره القدم، يعني انتاجه يزيد عن عمره. استاذ جمال انا عكست المره دي عشان انا عارف روح المشجع. ايوه انا مشجع جدا. 115 سنه اهلي تعني بالنسبه لك ايه؟ بص انا وانا صغير يعني اول ما بدات اهتم بالكوره ما كنتش بشجع الاهلي. فجاه يعني تحولت من الاتحاد للاهلي. انت اسكندراني حضرتك؟ لا خالص، لا اسكندراني اورابي بقى وبتاع احنا صغيرين اورابي الخمس اجوان الصفاء حاجه كده. الاهلي اكتر حاجه بتخليني احب الاهلي وافضل احبه طول الوقت او ممكن غيري كتير هو المنظومه اللي ماسكها الاهلي. وفكرك بواقعه في حوار للكابتن الخطيب فوق وانا موجود فيها. كان في حاجه معينه عن مرشح منافس فقلت له قلت لك فقلت له قول له انت انا ماليش دعوه. قلت له قال لي لا لا ما اقولش الكلام ده. ده بيعكس ايه؟ ان مش تمثيل، دي اداره بجد. تاريخيا اداره بجد من مواقف متوارثه لكل قيادات النادي. الاهلي نادي مبادئ فعلا، ما بيقولش مش كلام بس، بيعاقب ابنائه، بيحتوي ابنائه، المهزوم بيقعد. ده جلسه النهارده بتاعت الخطيب مع الفريق طار المغلوب او سال المهزوم او اللي خاسر، يعني دي جزء من اسباب درس كبير. الوضع ده درس كبير للانديه الاخرى. ايوه الاهلي زي بيت من الحكماء. ايوه وبصراحه يعني من اكتر حاجه بتشدين الاهلي طول الوقت ادارته. في مقوله سرقتها من بنتي، الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم. صحيح صحيح صحيح. عظمه الاهلي هي المواقف دي. صحيح. اللي اصبح بتتراكم الجمهور بيتغنى بيه اكتر من نتائج. صحيح، ما بدليل ان في لاعب مهم جدا. والحقيقه العظمه يمكن بما اننا بنتكلم على الاستاذ عبد المجيد نعمان او فكره الحنين او فكره المبادئ وفكره الحاجات دي، هو بتتناقلها الكلام اللي بيقوله الاستاذ جمال، فكره انه هذه المبادئ ارسيت على مدى عصور وعلى مدى فكرة انه يبقى فيه الكبار الرموز الكبيرة اللي بتسلم الرموز اللي بعديها. ويمكن كابتن الخطيب النهاردة قال حاجة انه احنا نقلنا من الاجيال اللي قبلينا وبندي وعاوز اللي موجودين يدوا للاجيال اللي بعديهم. دي بصراحة هي اهم حاجة في سياق الاحداث. كلمة بسيطة بس عميقة. ففكرة انه احنا بنحن لزمن جميل في التشجيع، في انه في تأييد وفي بس ما فيش التعصب وما فيش الفتن وما فيش، وان احنا إن نفتكر ناس في النادي ده وناس في ده، ناس في الاهلي وناس في الزمالك وناس في الترسانه. في جمال لما بيقول على فكره انه يمكن في الحديث بعض الناس بقى دلوقتي بتزعل لما بتشوف الصور اللي هي ما كانتش موجوده في بعض الناس. المشجع جمال الشناوي طبعا. بس انا قصدي انه احنا بنحن، وعشان كده عاوزين هذه الصوره العظيمه اللي بتسلم الاجيال اللي بتسلم بعضها. والاستاذ عبد المجيد نعمان كان احد الرموز الكبيره، والاستاذ نجيب المستكاوي اللي هم اتعلمنا منهم مش بس نقد رياضي او تعليق رياضي، لا في ثقافه وفي اخلاق وفي مبادئ وفي قيم وفي حاجات مهمه جدا ومهنيه عاليه. وده اللي انا بقوله انه ما تزال الصحافه سواء المطبوعه او الإلكترونية تتماسك بدرجة كبيرة جدا من المبادئ، يمكن عشان الأساتذة دي كانوا في التأسيس بالنسبة لهم. طب أنا هفكر بحاجة وأفكر المهندس عدلي، لأنه الحقيقة كابتن صالح سليم الله يرحمه اللي بتحل ذكرى رحيله أيضا الشهر الجاي 6 مايو، وهو بيتكرم بياخد وسام القرن في جوهانسبرج بيدعبهم وبيقول لهم إذا كنا النهاردة بنحتفل بالأهلي نادي القرن العشرين عايزين نتقابل في نهايه القرن الجديد مع بعض واحنا بنحتفل بالاهلي نادي القرن ال21. لا وفي مشهد يا ابراهيم كانت النتيجه يا جمال انه بعد 20 سنه النادي الاهلي في مباراه اول امس وصل للنقطه 100، بقى في صداره انديه القاره في القرن ال21. لا في مشهد يعني في الرحله دي يا ابراهيم، نبوءه او رغبه او امنيه فرق بينه وبين الثاني 36 نقطه. هقول لحضراتكم بس علشان لا ثانيه واحده بس يا جمال بيعز يقول عندي في مشهد في الرحله بتاع كابتن صالح لجوهانسبرج. ايوه مين كان معاه الطياره؟ كابتن الخطيب. وقال له ايه؟ قال له ايه؟
خد الملفات كتير معاه يذاكروها في الرحله في طول الطياره. ايوه الاهلي بيعد دايما. لا انا طبعا شفت المشهد بعيد. انا سمعت وانا من المتابعين في صوره حتى يا جماعه للثلاثه مع بعض. انا كابتن خطيب فتح اللابتوب وقعد جنب الكابتن صالح ومش عارف ايه والناشئين وهنعمل في ماتش الاخير في المغرب. كابتن خطيب كان مين؟ حسام غالي معاه. ده ميزه الاهلي تواصل الاجيال بالظبط كده. وبنفس المبادئ وتوارثه الاخلاق والمبادئ والالتزام. وبيعاقب ابنه لو غلط. انت هتلاقي في صوره حتى معروفه للكابتن صالح مع كابتن حسن حمدي والكابتن خطيب، صوره تختزل 50 سنه اهلي. كابتن حسن حمدي لما تسامح الحضر راح سيون وحد من الرئاسه اتصل قال له مش هيرجع. يعني قصة وحاجات دي كانت ازمه في الاهرام عشان اتكتب في الصفحه الاولى كتبوا الخبر قبل. طيب الاهلي يا جماعه قائمه العشرة ما دمنا بنتكلم على القرن، الاهلي الاول في القرن الجديد 100 نقطه في افريقيا، الترجي التونسي الثاني 63، مازيمبي 63، النجم الساحلي 58، الوداد 42، الزمالك في المركز السادس 38 نقطه، الرجاء المغربي السابع 35، وانيمبا 31، التاسع الصفاقس التونسي 31، والعاشر سان داونز الجنوب افريقي 29 نقطه.